ما كنتش اعرف حاجه لما اتجوزت. كان عندي 15 سنه ولسه بلعب مع العيال في الشارع. ستي قالت لي انك كبرت واني ممكن اخد بالي من بيت وراجل، واني ساعتها بقيت ست. حسيت اني اهم من كل البنات. لما اتجوزت صبحي قعدت اصور في البيت كله وفضلت شايفينها كل ما يجي جنبي اصور. بعد كده حبيته، اصله كان راجل زي الطول. بعربي احسن، والله العظيم امرمط بكرامتك الارض ولا اندهلك جوزي احسن. هو راجع بكره؟ هو مين؟ جوزك يا بنت انت، هتستعبطي ولا ايه؟ هو مش لازم يجي؟ وانا مالي؟ مالك؟ ما تبقيش هبله، ده برضه جوزك. انت ما بتكلمهوش بقالك 14 اشهر. لا ده لسه بيصرف عليك. انت عايزه ايه تاني؟ مش عايزه حاجه خالص. مش كفايه زنقني انا والواد في اوضه واحده ومقعد العيله دي في الاوضه اللي جنبي؟ دي لسه كانت بتلعب اول امبارح مع الواد. دي عيله وهبله، راحت لامها عشان خايفه تبات لوحدها في الاوضه. عيله؟ واتجوزت ازاي العيله دي بقى؟ عملت ايه ان شاء الله؟ تلاقيها كانت خايفة منك، لا تعملي فيها مقلب زي ستات الوعية. أنا؟ يا حسرة على إيه؟ ده أنا لو هوبت من ناحيتها هيولع فيا. السلام عليكم. انتي يا اختي اشمعنى جيتي النهارده؟ اصل امي قالت لي لازم اجي استنى في الصبح، وانا والله ما كنت عايزه اجي النهارده، بس في شويه هوا جديد كده وانا بخاف ابات لوحدي، قلت اجيب شويه الباميه دول اخلصهم لبكره. طيب بيخلي الواد سعد يبات معاكي تحت يا ستي، اهو يونسك. بس قلت اجي اتونس بيكم، مش هلحق سواد الليل يكون النهار طلع. اصلي كمان عايزه الحق لحسن الصبح يجي يلاقي الاكل مش جاهز ويزعل مني. اصل امي بتقول المفروض برضك ارضيه ولا ايه؟
برضو بعض بره انا خايفه انام لوحدي. صباح الخير، عايزاكي تجيبي لي حاجة من السوق يا كحي. أنا استحملتك كتير قوي، حتى لما اتجوزت عليا استحملتك. بص بقى، حركات النسوان دي انا ما بحبهاش. مش كل يوم والتاني تقعد تغزني وتوريني العلامات اللي انت سايبها على جسمها. دي حتى لسه امبارح ورياني العضة اللي فوق صدرها. دي عيلة يا خيرة هتروح حالها. تعالى ده انا عمال اديك الكوبري هتاخد صوابعك وراها.